وجبت لك اكياس تراب معهم. يسلموا فهمي، عزبناك معنا. قديش طلع حقهم؟ 900 ليرة. 900؟ كيفك كريم؟ كيفك فهمي؟ ماشي الحال. امي كريم معك 900 ليرة لأنه ماني حاملة معي مصاري. فاطمة بدي اياكي جوا. طيب. فوتوا معي لجوا نشرب فنجان قهوة مع بعض. لا لا، انتوا هلا مشغولين، خليها لغير مرة. أماني لا تواخذونا. فهمي شكرا حبيبي، يسلموا إيديك. يلا. سامية. ماشي. لا تتركي لحاله. طمني بنتي، ما رح اتركه ابدا. ليش ما طلعت لفوق؟ البنت لساتها هنيك؟ ايه. شو فيها؟ بعدين لوين رحت اليوم؟ رحت على المخفر، ساويت ضبط هنيك. ايه. قالوا لي كل شيء صار بسببها. هالبنت ما لها نظيفة. ها. وزبوناتها هنن اللي طعنوا لمصطفى. يا رب لطفك. يا رب تسترنا. حبيبي بتحب جيب لك شيء؟ امتى جيتي؟ انا من امبارح هون مصطفى، بس رحت على المخفر مشان ياخذوا افادتي. عم يجعك شيء حبيبي؟ من وين راحت امي؟ من شوي كانت هون، اذا بدك بناديلها. لا روحي انت هلا. ليش؟ روحي لا تضلك هون. لا ما بتركك لحالك. أنا مو لحالي. يلا روحي هلأ. بس تجي إمك أنا بروح. روحي هلأ. روحي. أنا منيح. ماشي. بتصل فيكي. أنا ورطتك بكل هالمشاكل. يلا. Thank you.
مرحبا. اهلا وسهلا. شو صاير مصطفى؟ الحمد لله على سلامتك. ها؟ اسماعيل هو اللي خبرني. شو صاير معك؟ صابوني بالعين. هلا قل لي شو صاير، مساوي حادث يعني؟ غزوني بموس. شو عم بتقول انت؟ اسمحوا لي انا مضطره اروح هلا، برجع بعدين. لا لا ترجعي لهون، بعدي عنه لمصطفى. عرفنا مين انت. بترجاكي لا تورطينا بمشاكلك. وقفي نور، اسمعيني منيح. اتركني احسن ما اطلب لك الشرطة. اطلبي للشرطة؟ بالله اطلبيها لشوف. ايه ورح احبسكم كلياتكم سامي. خرسي يا حقيرة خرسي. انا عطيتهم اساميكم. انا بحذرك لا تتحديني. اتركني. غلطتي معنا وماني خايفة منكم. شكلك شادي ظهرك فيه، بس استني لا تستعجلي، المعلم بلال رح يدبره. ما في يعمل شي. انت خليكي ميبسي راسك وبكرة حتشوفي، المعلم بلال ما بيترك حقه، رح يجيب آخرته وبعدين رح يجي دورك انتي، فهمتي؟ لهيك أحسن لك تعقلي. أنا بعرف كيف أتصرف معكم. منين جاي انتي؟ ها؟ مرجوعك لإلنا، إذا ضليتي ورا هداك الزلمة بتندمي. لازم تشغلي مخك أحسن لك. إذا بتحبي بدك تشفقي عليه، فهمتي؟ روحي عبيتك واستني اتصالي، المسؤوليات بحاكيكي. Mm-hmm.